السؤال الأخير لفريق مدرسة بنين هجين، تفضل أحد الطلاب يختار المادة أو يختار سؤال من المادة. اسم؟ ما هي عناصر القصة؟ القصة المكان والزمان والأحداثيات والشخصيات. إذن الإجابة صحيحة. عبد محمد الجاسم متابع تربوي في مركز هجين التربوي. طبعا أعلن المركز التربوي عن مسابقات ثقافية ورياضية، أي دوري كرة قدم لمدارس المركز. الآن احنا اليوم الثاني على التوالي في المسابقة الثقافية ل 42 مدرسة من مدارس مركز هجين التربوي. تشمل المسابقات من ضمن منهاج التلاميذ في المرحلة الابتدائية والإعدادية، اللغة العربية والرياضيات والعلوم العامة، بالإضافة إلى أسئلة الثقافة العامة والتربية الإسلامية. طبعا تمثل آلية المسابقة، نحن نجلب أربع مدارس يوميا، مدرستين. المدرسة طبعا اللي تخسر بالمسابقة نعطيهم بطاقات شكر لحضورهم ومشاركتهم، والمدرسة اللي تفوز طبعا تتأهل لتصفيات أخرى فيما بعد. طبعا تستمر المسابقات أسبوعين تقريبا. المدرسة اللي تفوز أو اللي تأخذ الجائزة الأولى نقدم لها بطاقة شكر بالإضافة إلى جائزة رمزية معنوية. كانت الغاية الأساسية هي تشجيع روح المنافسة بين التلاميذ بشكل خاص والمدارس بشكل عام، وبناء قدراتهم وسبر معلوماتهم وتطويرها بشكل أفضل. أحمد الشبلي، الرئاسة المشتركة لمركز هجين التربوي. طبعا قمنا خلال هذا الأسبوع بتنظيم مسابقتين، الأولى مسابقة ثقافية والثانية مسابقة أو دوري رياضي. طبعا انضم لهذه المسابقات 28 فريق من مدارس هجين الحلقة الأولى. الدورة الرياضي تم تبنيه من قبل أكاديمية هجين الرياضية، اللي يقدمون الملعب ولباس اللاعبين والكرات، وسيكون هناك جوائز للفرق الأخيرة الفائزة، المركز الأول والثاني، بالإضافة لتكريم لاعب من كل مباراة، أفضل لاعب في كل مباراة. عن الغاية من هذه المسابقات إن كانت ثقافية ولا رياضية، بداية الأمر هي تشجيع الأطفال للعودة إلى المدارس، والغاية الثانية هو حافز للأطفال في المدارس. يعني خلال اليومين الماضيات لما صار في دوري لكرة القدم وصار في مسابقات ثقافية، بدأت المدارس تشهد ازدياد وعودة الطلاب المنقطعين عن المدارس. طبعا إن شاء الله النشاطات ما راح تنقطع، ولكن بسبب أجواء الشتاء راح نكتفي بدوري كرة قدم ومسابقات ثقافية بإذن الله. مع انطلاق فصل الربيع سنبدأ بمسابقات رياضية أخرى، مثل الجري، مثل ألعاب قوى وما إلى هنالك من الألعاب الرياضية الأخرى.